وسالي عبد السلام اصبحت معنا بضيافتنا بقطع الرجاله. مساء الخير سالي. نوري اهلا وسهلا فيكي وبهالطله الحلوه. ثانك يو على راسي تسلمي لي. بس انا زعلانه منك. ليه؟ حصل ايه؟ اللي خليك تضل راجل؟ كنا المرأة شفتي؟ المتمردة المفترسة الشرسة إلى ظل راجل. طب انت ايه غيرتي؟ انت مش معايا انه عدوة المرأة هي المرأة الأغلبية؟ الأغلبية صح. يعني ما يطلعش عليكي إشاعة من واحدة ست، وممكن ما تضايقيش في الشغل وتنفسي منك إلا واحدة ست. الأغلبية ما تجيش تغير منك على جوزها أو على خطيبها أو أي حد إلا ست. والرجالة في منهم غلابة، فقلت أبقى في ظل راجل. خلاص اعتمدت هذا القرار. يعني هلا صرت تلاقي انه كل الرجاله مسالمين وهادين ويا حياتي صفاتهم رائعه؟ مش كلهم، بس زعلتهم كتير، فجي الوقت اني اصالحهم وابقى حقانيه. انت بدك تعملي قسمه بالنص، يعني بكره انا بعمل متوحشه لضل راجل، بكره انا بعمل برنامج اسمه قطع الستات. اي ممكن ممكن اهو تصالحيهم وتبقي حقانيه. بنعطي لكل حدا حقه مثل ما بيقولوا. حقك لا انا بعرف انه عندك اراء ثابته بالرجل، رح نحكي عنها وغوص اكثر فيكي كامراه. حقيقة. لانه اللي بيشوف الجمال من برا بيقول لازم يكون كمان في جمال من جوا. هيدا الجمال والاشياء اللي بتخوف سالي رح احكي عنها بتفاصيلها، بس اول شيء بدي اطمن عليكي صحيا، كيف صرتي؟ صرتي افضل؟ احسن، بس جالي الضغط. هفضل مريض الضغط طول عمري يا راغدة. ليه؟ بموت نفسي بالبطيء، انه ستريس، زعل، كل حاجه بجد بجيب، يعني كل زعل بيجيب امراض. بعد الثعلبه ما خلصت منها جالي الضغط، بقى بقيت اخد دواء كل يوم، وانا ما بحبش اخد دواء كل يوم، بس الحمد لله. ما بعرف ليه صبيه مثلك حلوه بالبوزيشن، بالبوزيشن، بكل شيء انت بتحبيه ومبسوطه بعرف بحياتك. ليه بده يكون عندك ستريس سالي؟ شو اللي بخليك يكون عندك؟ انا بخاف ستريس. بخاف على كل حاجه. تخافي من ايه؟ بخاف من الموت جدا، مش عليا انا، تخيلي. يعني انا لو انا عادي، بس بخاف على لو اقرب الناس ليكي. بخاف انه مكانتك تتهز، ما تبقيش زي ما انت. دايما خايفه، دايما بخاف حتى حب الناس يقل. عندي فوبيا من حاجات كتير قوي، بخاف بس ما بقولش. ممكن تكوني نايمه تصحي عم تفكري بالموضوع؟ لا مش الدرجه دي، بنام زي التيس 9 ساعات 12 ساعه اديله على طول من غير منومات. ما شاء الله. بس لا ما بصحاش من النوم كده، بس لما اصحى تلاقيني قلقانه. يعني لو كلمت حد ما ردش تلاقيني قاعده بفرك، اكلمه تاني اللي هو زهقتيني يا شيخه. اوف. بخاف على اهل بيتي قوي. واهلك بالبيت اكيد الموضوع مش كثير مريحهم. لا هم بيقعدوا يتريقوا ويقعدوا يضحكوا، لانه انا ما ببينش. يعني انا عمري ما هقول لك مثلا انا كنت قلقانه عليكي، لا هتلاقيني بتكلم كتير، اتكلم كتير، فيقعدوا يضحكوا انه اي كانت كونفيس، مش بعرف اقول تعبري. مش بعرف اعبر عن اللي جوايا، بس بحبك، بعمل حركات تبين ان انا بحبك، بس مش هقول ان انا بحبك، بتكسف. بس الانسان يعيش بهيدي الحاله وهيدا الصراع كل الوقت، مش بهدلة. بس بهدله وقلق، قلق مستمر، بهدله. يعني مع ان الحمد لله بعمل اللي عليا، بحاول على قد ما اقدر انه بصلي وتبقي مؤمنه اكتر وتسيبيها وتسلميها لله وتقعدي تستودعي كل حاجه عند الله، بس برضه بخاف. ما اعرفش، هي سنه الحياه، سنه الدنيا. اذا لا سمح الله حدا صار له شيء او غيب عنا عن هالارض، شو رح تفقدي؟ شو بتحسي حتفقدي؟ لا هحس انا مش انا، بتحسي بكسره، بوجع، بمفيش امان، بمفيش حاجه تتسندي عليها. يعني لما حتى بقرا البوستس على الفيسبوك بتقبض، لما الاقي حد مثلا بيقول مش عارفه حضن مين وحشني، بتوجع قوي. يعني لا اي يعني يا رب ما يكتب علينا يا رب. فقدت حدا؟ لا كتير كتير، ويمكن يكون هو ده اللي عامل فيا كده. يعني من وانا كان عندي 16 سنه كانت جدتي اكتر واحده كانت بتحبني تقريبا، هي كانت بتاكلني وكنت طالعه مكلبوزه بسببها، وتزعق لحد لو قال لي انت تخنتي ولا بتاع، حتى لو ابويا وامي. ماتت قدامي وما عرفتش اعمل لها حاجه، ما عرفتش اعمل لها اي حاجه. بعدك ذاكره الصوره براسك؟ لغايه النهارده ما بتفارقنيش لغايه النهارده. يعني عمري ما هنساها، بس ما عرفتش اعمل لها حاجه. سبحانك يا رب، سبحانك. كبرت وانا عندي 16 سنه. احس بذنب عشان ما قلتلهاش مش بحبك، كما انها كانت يوميها كانت بتقشر لي التفاح وقاعدين مع بعض وانا قاعده بلعب على اللابتوب، وهي بتقشر لي التفاح وتديهولي ومش عارف ايه. ما قلتلهاش انا بحبك يا تتي. عمري ما عرفت. من بعدها بقيت اقول لاي حد انا بشوفه انا بحبك، بقيت احاول اعبر على قد ما اقدر، مع انه برضه انا مقله، بس بحاول اعبر على قد ما اقدر. فقدت ايه بغيابها؟ اللي بيحبك من غير حب مشروط، اللي عايشه معاها طول عمري، اللي ممكن تتخانق مع اهلك عشان خاطرك، اللي احن عليكي فعلا من اهلك. يعني ما حدش كان يعرف انا بحبها قد ايه، كنتش بقول، بس اللي تجيب لك الاكل بالعافيه، هي اللي خلتني انا بحب الاكل. يعني يوم ما اقول انا عايزه اكل حاجه تاكل البيت كله،
الادوار كلها بتاكل اللي سالي عايزاه عشان ما حدش يقول لسالي حاجه. سالي اهم واحده، لو حاولوا يعملوا لي دايت تموتهم الا سالي، انا بحبها كده. فلا تحس انك فقدتي الامان يعني. اهل بيتي بالدنيا، بس هي كانت الدنيا بجد. بتحسيها موجوده بعد معاك كتير، وكنت بحلم بيها كتير، بروحها معك وبحلم بيها كتير، وكانت بتقولي مسجز كتير جدا، بتقولي رسائل كتير جدا، وحاجات حاجات ليهم هم حتى كنت بقولها لهم بيستغربوا، اقول لهم قالت لي كذا كذا كذا، تتبت تقول لكم كذا. بتشوفيها بالمنام؟ يعني قعدت فتره اشوفها لغايه ما اخر رساله تقريبا ما فهمتهاش، فما كنتش عايزه تاني. قالت لك فاكره؟ قالت لي لو سمعتي عن بنت صغيره وبتعيط ما تقوليليش. قلت لها تتقد مين؟ قدي انا وجيلي يعني وبنات خالاتي؟ ما ردتش. قلت لها قد خالاتي؟ ما ردتش. قلت لها قد مامي؟ ما ردتش. فخفت من ساعتها، خفت، لان انا ساعات احلامي بتبقى حقايق، فبخاف من الاحلام، ما بحبهاش يعني. عايزاها تيجي وانا مش عارفه، ما اعرفش. عبالك ترجع تسمعيها؟ عبالك ترجع تشوفيها ولا لا؟ جدا، بس من غير رسائل تخوف، لان انا على طول يعني على طول اعمل لها صدقه جاريه، على طول افتكرها بالخير، على طول ادعي لها، على طول كنت اروح ازور قبرها لما اسافر لها البلد. احنا من منصوره، هي من منصوره من اتميده، فكنت اروح وافتكرها. لا يعني تتا موجوده حتى في بيتنا، الصور تتا موجوده.